الدكتور مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس. اه بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعه مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه 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 طالعة من بقك زي الشهد. الله الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف ايتها حاجه. والنبي انت حيل. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراك غير قلة الراحة. كل سنة وأنت طيب، قصدي بعود الأيام. بعود الأيام. سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ ما أنا كويس أهو، ده بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعماني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ يا هو يا خل تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه ده يا عبده ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك. يا خبر يا عالم يا هو يا خل تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جايني سكران سكران. يا بابا ما صحش، نخش شقتنا ونتعاتب جوه. انت قمت تعاتب العتبه دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وصباح رباح. لا يمكن يا نهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني ايه لقمه القاضي يا خي؟ كده طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين عاوز ابوظ العيله بتوعنا بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسة فرفاشة قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقولك ايه يا خميس؟ اخبار الصورة معاك ايه؟ بعدين الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصورة؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب، قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمع ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح. تلاقي اللي بيخبط ده ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان، اني اولهم. طب عمي وفلات اني ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجا يا خميس. سلام عليكم. خد. ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكلية كحيتي؟ افرض عاوز سندوتش كوباية شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني خد مش عايز. خد يا جدع خد، خليني اروح الكلية اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامة. وانت ولع واصطبح. سي كمان سي كمان. انا فاطمه الدادة اللي في بيت التنوره وبحتاني عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان بس ما تعيطيش. كل حاجه وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمه يا فاطمه. يا خبر اسود ونايل. بابا مين؟ بابا مادة كدبحمة؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم منيل من اوله، يوم منيل من اوله. فاطمة يا لهوي ادانا ادانا بسرعة يا فاطمة.
عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل يا مان هياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انطع يا كلب. بلاش يا حسن، يعني العهد بيه الرجل المعرور. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وبعدين وكهبل ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه خربشي الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي. عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيبي يا بابا. سيبه سيبه. لازم اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوانتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش شبات؟ يا جدع بقول لك جعان جعان اهو. ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصه بترمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصه دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يدوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا قلع ايام، بيدوني فلوس بالقطار. انما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. اصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع انت بالقبيه. فل عليك. اشرب هاني بيه. اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافني على امك وابوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد. معاكم في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من قيله في 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي. حكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بكام. الله، مش بقول الحقيقه. ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا. سلام عليكم. انا اسف حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي. يا ده ده سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على أي حال مش وقته. المهم إنها لازم تستريح شوية. عن إذنكم. إذنك معاك يا دكتور.
لكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال، حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشرده، كان هيضيع حالي في شربة ميه الواد الاستغلالي ده. البنت مهما كان صغيره برضه، لكن انا هعرف اربيه واربي اهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواعها المختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ التايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذه يا دكتور. تعال هنا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شرده. انا يا معلمي. اوعى الف. اوعى الف وهو. تعال يا اخويا. تعال يا اخويا اكلم المعلم. هو على ايدك. ايه يا معلم؟ انا ايه يا ولد؟ يا ولد ايه الفوضى دي؟ فضلت عباره. اطلع بره منين؟ ونبهتكوا هنا انا في مركز الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله ثم الجامعه بتاعتك دي؟ انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي. مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يوميه. انما مش غريبه؟ ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه؟ ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس، دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكلية اهو، وصل سبع البرومة. اهلا يا انهار، مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، اصلك وحشته قوي، واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا. زي بعضه على الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكايه فيها ايه النبات؟ سايق فيها شرف من ناحيه، ومن ناحيه تانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل مسيله للدموع بالليل؟ ها؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ الاجريه انهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوع من سكته. طيب خش شرطه وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضرة المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده يا معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه اختي، جاي يخطب بنتي، واخره المتمه اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شرده. ماشي يا معلمي. اوعى استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت. انا لما شفتك جيت جبت البوليس. فضل عالظابط جاي يتهجم علينا بيه، جاي يضربني هو الناس اللي معاه، وتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه.
مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا حضرة الظابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي ما بهلكوا غلطان. انا اللي ابني مش متربي. يا بابا امشي اخرج بره. انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شل. يلا رجاله. عن اذنك يا حضرة الظابط. بيتهيألي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضرة الظابط. مع السلامة يا فندم. ايه ده؟ مالك يا انهار؟